الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحلتنا إلى الذات البشرية لإكتشاف القدرات اللامحدودة، القوة اللي في ناس كتير مش عارفين فعلا. تعرف أنا بقول للناس باستمرار، لو كل واحد فينا ماشي في الشارع عارف بالظبط قدراته عاملة إزاي، ما فيش إنسان في الدنيا هيكون عنده الاكتئاب ولا إحباط ولا قلق ولا أي تردد في شيء، لأن قوتنا فعلا لامحدودة. فأهلا بكم في رحلة جديدة في الشارقة الفضائية، ورحلة إلى الذات بنسميها القوة الذاتية. يا رب إن شاء الله بعد كل اللي أنت سمعته وتعلمناه مع بعض كن بدأت فعلا تقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى، عارف بحبه متكامل. الله سبحانه وتعالى خلق عشان يسعدك، عشان ينجحك. في تحديات في الحياة، في ناس كتير ساعات بتنسى نفسها مع تحديات الحياة، لكن عمرك أبدا ما تنسى الله سبحانه وتعالى. عشان كده باستمرار قرب من الله سبحانه وتعالى. عارف لما تصلي، لما تقوم الصبح بدري وتصلي الفجر وتحس بروعة داخلية، تبقى مع الله ولوحدك، وبعد كده تفكر عايز تعمل إيه، توصل للتأمل الروحاني، دي سعادة في منتهى الجمال. أنت عارفين السعادة دي، إن في قصة بسيطة جدا. كان في ملك في وقت من الأوقات، الملك ده كان عايز يحس بالسعادة، كان تعيس جدا جدا في حياته. قالوا له إن في راجل عايش فوق جبل، الراجل ده سعيد جدا، روح له خد القميص بتاعه. لما تاخد القميص عشان هو سعيد وده رابط، فتبص لقى ممكن جدا تبقى انت كمان سعيد. فالملك ما ضيعش اي وقت اطلاقا، اخذ معاه بعض الناس وراحوا للراجل قال له الحكايه. فالراجل راح قال على القميص وراح مديهوله، وكان يدوب لابس حاجات بسيطه. بعد كده الملك عرض عليه ان يديله فلوس ويديله ذهب، فهذا الشخص رفض تماما ان ياخد اي حاجه، ودعا للملك ان ربنا يفتح عليه ويهديه. مشى الملك، بعدها باسبوع اسبوعين ثلاثه الملك وصل لمرحله من التعاسه اكتر واكتر واكتر واكتر. ففي المرة دي وسعد بدأ يسمع ان الراجل اللي فوق جبل بقى منتهى السعادة اكتر واكتر واكتر، فقالك لا لازم اروح له، بس هروح له لوحده المرة دي. ولما طلع قال له انا سمعت ان انت سعيد جدا في حياتك، فقالوا لي خد القميص بتاعك، لما البسه ابقى انا سعيد انا كمان زيك. وبعدين لما خدت القميص ولبسته اصبحت في منتهى التعاسة وانت في منتهى السعادة اكتر واكتر. ممكن تقول لو سمحت ايه السر؟ قالوا الحقيقة ما في سر، انت كنت بتدور على السعادة من العالم الخارجي، فعشان كده كنت بتدور على قميص يخليك سعيد. أنا اديت، أنا سعيد جدا لأن أنا جوايا السعادة الروحانية اللي هي هناك، تلاقي فعلا الله سبحانه وتعالى. أنت بتدور على برا فما تحصلش السعادة، أنا اديت لك، فلما أعطيت أصبحت سعيد أكتر، لأن أعطيتك من غير ما أخذ منك حاجة، لكن أنا خدت منك طاقة روحانية وحب أكتر من الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو عايز فعلا تكون سعيد خش جواك أكتر، السعادة داخلية مش خارجية. لما تخش جواك أكتر هتحس بتعادة أكتر وأكتر، واحد ليها أكتر في الطاقة الروحانية، خصوصا من تقربك من الله سبحانه وتعالى. طبعا الملك أول ما خد الأسلوب ده رجع على طول، بدأ يصلي، بدأ يتجه لله سبحانه وتعالى أكتر، وأصبحت سعادته أكتر من أي وقت تاني في حياته. فلما بص لأي، لما يكون عندك هذه الطاقة الروحانية بتحب الله سبحانه وتعالى فعلا 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 من قلبك، هتبص لأي كل الباقي بعد كده تفاصيل، عارف ازاي؟ فالبوس لما ماشي في الدنيا وانت مطمن، لان حاسس الله سبحانه وتعالى جواك. دلوقتي الطاقه الروحانيه، انك اتفقنا كل يوم اعمل حاجه زياده تقربك اكتر من الله سبحانه وتعالى. بعد كده الجزء الصحي، اخبارك ايه في صحتك دلوقتي؟ يا ترى لسه برضو بفكر ان الصحه بتيجي صدفه، او انها مستمره لوحدها، وان بتيجي الامراض تيجي للجيران ولك؟ لا، خد بالك، لان الصحه لما تتخبط فيها عمرك ما تلاقي نفسك بتركز على حاجه غير هذه الصحه. فالناس ساعات ما بتفكرش، بتعمل دي تلقائيا عشان جزء منك. عارف التلقائيه ده؟ لما حد يشتري سياره وبعدين يشم الريحه الجديده اللي فيها والسياره مبسوط منها، في خلال اسبوع اسبوعين هتروح الريحه دي، لان اصبح جزء من هذه السياره، اصبحوا طاقه واحده. فشخص يبقى طاقه واحده مع اللي جواه من غير ما يفكر، من غير ما يدرك صحته فين النهارده، ممكن جدا يوصل الامراض من غير ما يحس، لان هتبدا تتراكم شويه شويه. لو انت مثلا بتتعصب، اي حاجه تعصبك تراكمت، والمره الثانيه تراكمت، وبعدين تراكمت، وبعدين هتبدا تاخد انذارات، هتلاقي نفسك مش عارف تتنفس بسهوله، نفسك تفكيرك اصبح سلبي، نفسك بتركز على الحاجات السلبيه، بتتضايق بسرعه اكتر، هتلاقي نفسك مش قادر تطلع سلالم حتى. وبعدين فجاه تلاقي نفسك حاجه حصلت لك، يا ما جالك قرحه القولون العصبي، يا ما تبص تلاقي القلب بدا يوجعك، هتبص تلاقي سكتات قلبيه بتحصل، حتى الجلطات بتحصل بسبب حاجه فوق حاجه فوق حاجه من غير ما تلاحظ. عشان كده الادراك هو بدايه القوه الذاتيه، لما تدرك فعلا انت فين هتدرك انت رايح فين. فخدك بالنسبه للادراك الروحاني، وانا باستمرار براجع عشان خاطر ما تنسوش.
قرب أكثر من الله سبحانه وتعالى، تطبع أكثر بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بالكلام ولا باللبس ولا بالشكل، لا بالفعل، عشان خاطر تحس إن أنت وصلت للتسامح الرائع، وصلت للعطاء اللي من غير ما تستنى من حد يديك حاجة، ادي وانسى، لأنها هي مش بينك وبين الشخص، هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلما تدي حد ما تنتظرش منه إنه يدي لك. الناس كتير تقول لي دكتور العمال أدي ومحدش بيديني. بالعكس، وأنت بتدي حسيت بطاقة ملهاش فلوس. إذا كان طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع سوى 80 مليار دولار، دي إحصائيات. لما تيجي تحسبها وانت بتجي حد حاجة وحسيت بطاقة رائعة ملهاش ثمن، فانت خدت. وبعدين هي مش بينك وبين الشخص، هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هتاخد أكتر وأكتر. عشان كده ادي من غير ما تنتظر من حد حاجة، ادي وانسى، هتبص تلاقي ثوابها، يبقى في منتهى الجمال. فتطبع بهذه الأخلاق الرائعة، تبص تلاقي الجزء الروحاني عندك كل يوم عمال يزيد، وصحتك تهتم بيها، بتفكر بطريقة صحية، ما تقعدش تفكر في الحاجات اللي تضايقك، فكر بطريقة صحية، بتاكل أكل يكون صحي، بتشرب مية باستمرار، لأن أكثر من 90% من جسمك دم، ودم مية، والمخ عبارة عن شوية خلايا وشوية دم شوية مية، فيعني أنت محتاج سوائل. وإلا ساعات الناس تشرب لما يكون عطشان جدا، ده جفاف، بتوصل للجفاف، فلازم تاخد بالك، اشرب باستمرار عشان تخلي جسمك كله يبقى نشط ويجري باستمرار. دلوقتي احنا كلمنا على جزء الادراك اللي هو الروحاني، وبعدين الادراك الصحي، ادراك بعد كده الشخصي. اخبارك ايه في حياتك؟ بتنمي نفسك؟ بتقرا كل يوم؟ اخبار السياره فيها 1000 ساعة ضايعين، وانا اتكلمت في الموضوع ده كل يوم، كل مره بكلمك فيها لازم تاخد بالك، لانه كل مره بنتقابل بفكرك تاني باللي قلناه، عشان المخ بيعمل حاجه اسمها الذاكره المتتبعه، كل واحده مبنيه على قبلها، فما تنساش. تلاقي نفسك، هنتكلم النهارده ان شاء الله على قوه الاعتقاد، اللي حاجه في منتهى القوه بتيجي منين، هي سبب في حاجات كتير، بس قبل ما نوصل لها لازم تدرك الاول انت فين في حياتك الروحانيه، انت فين في حياتك الصحيه، انت فين في حياتك الشخصيه. تبدا تنمي نفسك، خلي التنميه البشريه تبقى جزء منك، انك تقرا باستمرار على الاقل 20 دقيقه، هتزود المعرفه، والمعرفه قوه. تلاقي نفسك عندك ثقه في نفسك، وانت بتتكلم مع الناس مرتاح اكتر، واي تروح حتى تبص لها انك عارف. عشان كده هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فانت بتقدر عارف ازاي عندك معرفه، والناس تحب الشخص اللي عنده معلومات لان بيستفيدوا منه. وبعد كده عارف السياره الالف ساعه دول، حط اشرطه سمعيه، اسمع حاجات تلاميك باستمرار، ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ. تبص لها الوقت بيضيع، واللحظه دي لو اخر لحظه في حياتك مش هتضيعها كده، عايز تاخد قيمتها. عشان كده قلت لكم قبل كده محدش بيدفع لك عشان الوقت، بيدفع لك عشان القيمه بتاعت وقتك. فقيمه وقتك لما تزوده بالمهارات اللي بتزودها بالنسبه لحياتك، فخلي السياره تبقى جامعه متنقله. غير كده هنوصل بعد كده لعلاقاتك، علاقتك ايه مع نفسك؟ لما بتنام بتحس انك مرتاح، ولا تنام بتحس انك متعصب؟ خد بالك اخر حاجه بتفكر في ايه، المخ بيبني عليها وهيتعبك طول الليل. وبتنمي نفسك باستمرار في علاقاتك، علاقاتك مع زوجتك، علاقاتك مع اولادك، علاقتك مع اولادك. تبص لاي خليها تبقى احسن حاجه، اولادك دول هديه من الله سبحانه وتعالى، انت لا تملكهم ولكنهم هديتك وهتتحاسب عليهم، خليهم احسن حاجه، يدعوا لك باستمرار، صدقات جاريه باستمرار. لو عندك طفل يكبر بعد ما انت رحلتك تخلص من الدنيا دي، وهو يدعي لك باستمرار، تصور الروعه اللي زيها، او يعمل لك عمره، او يحجي لك، بسبب انه بيحبك جدا، لانك عارف ما قصرتش اطلاقا في تربيته. نفس شيء زوجه وزوج، الاثنين بتهتموا بعض، اتجوزتوا وكل واحد فيكم قيم من هنا واعتقادات من هنا، وحطيتوهم في شخص ثالث، الشخص الثالث ده مجموع من الاثنين، فلازم يكون في تفاهم، لازم في قيم متبادله، لازم يكون في اعتقادات متبادله، لازم يكون في ادراك متبادل، لازم يكون في اهتمام بين الاثنين، هيكون فيها تضحيه، هيكون فيها مشاركه، هيكون فيها اتصال، هيكون فيها توافق. لكن بمجرد ما حد يحكم والتاني يبدا يدافع عن نفسه، تبدا المشاكل وتتراكم وتتبني عليها، وبعد كده بيحصل خروج. فخد بالك من علاقاتك بعد كده مع الاخرين، بتعامل مع ناس ازاي؟ يا ترى بتتعلم تسمع ولا بتتكلم بس؟ لازم تعرف تسمع، لان الانصات روعه. ده حد مجرد ما تسمع حد ممكن تساعد، انت بتعالج كده لما حد يحكي لك حاجه وانت تسمعه من غير ما تحكم ولا تعمل نفسك دكتور فجاه الا اذا كنت متخصص. لان الناس تحكي لهم يعني يتقلب فجاه، يبقى طبيب نفساني وطبيب رائع ويحكي لك كل حاجه، هو تلاقي حياته نفسها تعبانه جدا. وانا بقول الناس باستمرار عشان تحكي حاجه لحد، تمتع بالناس عشان تحكي لحد، احكي لحد يكون متخصص احسن عشان يقدر يقول لك حاجه تفيدك. تعرف انا بص الاقي نفس المكتئبه يجيب الناس المكتئبين اللي زيه، زي ما يكونوا الطيور على اشكاليه طاقة، والاثنين يقعدوا يتكلموا في ايه؟ يتكلموا في الاكتئاب، ده مكتئب وده مكتئب، ويتكلموا في الاكتئاب، الاثنين يكتئبوا وكل واحد في راح بيتهم مكتئب تماما. زي مثلا زوجه متخانقه مع زوجها، شوف لها زوجه ثانيه متخانقه مع زوجها كمان، والاثنين يتكلموا على الخناق، وبعدين يسخنوا بعض اكتر، كل واحد فيهم يرجع بيته وعايز يموت جوزه الناحيه الثانيه، فالقعده كانت عامله ازاي؟ زي قلتها. فتبدا تنمي نفسك، تقول يا ترى اللي انا بعمله ده هيقدمني ولا هياخرني؟ هخليني احقق اهدافي
ولا هيبعدني عن اهدافي، هيسعدني ولا يتعسني. فالكلام ده اللي انت بتقوله زي قلته، ما يسواش. ما تضيعش نفسك في الكلام الفارغ، ما تضيعش نفسك تقعد تتكلم مع الناس على حد تاني، دي نميمه وغيبه ودي مصيبه على فكره يعني كبيره، غير كده حرام جدا، كده حرام جدا. فلما تيجي تحسبها بعد كده، وقتي بعمله ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى اداني الوقت ده كل يوم 1440 دقيقه اتحطوا لك في بنك الحياه، يا دوب تحطها في بنك الحياه، فيها شروط انك تستخدمهم كلهم من غير فوائد، لو سبتهم راحوا كلهم، تاني يوم انت وحظك، لو كنت لسه عايش في 1440 دقيقة اتحطوا لك تاني في بنك الحياة، لازم تستخدمهم كلهم لأنك هتتحاسب عليهم بعد كده. فنلاقي علاقاتك مع ناس بتعرف تسمع، بتعرف تسمع لماس، بتريح الناس، تسألهم أسئلة، تحسسهم ان انت مهتم بيهم، عشان لما تيجي تتكلم هيهتموا بيك هما كمان. فبص لي علاقاتك بدأت تحسن، بتتعلم فن الاتصال، مليان كتب، مليان أشرطة، حاجات في منتهى الروعة، اوصل فيها لأعلى الدرجات عشان تنمي نفسك. انت عايش بأحسن طريقة ممكن تعيش فيها. وبعد كده بص لي نفسك رايح بعد كده للركن المهني، اخبارك كيف شغلك؟ يا ترى انت من النوع اللي بيشتكي باستمرار بالنسبة للشغل؟ طب دور ايه اللي ممكن تعمله عشان تنمي نفسك، عشان تحسن نفسك وتأكد باستمرار. اي حد بيشغلك عاوزك تنجح، عاوزك تنجح زي لانه هينجح معك، حتى لو حسيت انه بغير منك، حتى لو حسيت. انا سمعت حاجة عجيبة جدا في بلد كنا بنزورها قبل كده، في سيدة قالت لي، تعرف احنا عندنا هنا عندنا مثل عجيب قوي، لو اشتغلت كتير في ناس هتغير منك هيحقدوا عليك، فاحسن ما تشتغلش كتير، واشتغلت شوية هيطردوك، فاحسن خليك كده اظبط نفسك باستمرار بين الاثنين. فقلت لها هسألك سؤال، لما بتاخدي الشيك بتاعك بتاخدي 100%؟ قالت لي طبعا. قلت لها اديتك 60% تعمل ايه؟ طبعا هزعل وهشتكي. قلت لها طبعا عظيم، انت بتاخدي فيها 100%، لكن بتديهم بس 60%؟ ما ينفعش غير كده، طالما عندك القدره انك تدي هتتحاسبي على الفلوس دي، لان كل نكله خدتيها، كل قرش خدتيه بتشتري بيه حاجات، وبتسعدي نفسك ساعات بحاجات معينه بتشتريها، ومثلا بتدفع لك الايجار او بتجيب لك لبس بتشتريه، لازم تديهم اكتر من 100%، عشان كده بتدي اكتر مما بتاخدي ولا هتلاقي نفسك تعبانه. قالت لي بس ده اعتقاد جديد. اعتقاد جديد ايه؟ ده اعتقاد حقيقي، هو ده العقد الصح. بتاخدي 100% ادي 120%، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر واكتر. لكن انت بتمسكي على اساس ما تديش كتير حد يعقد عليكي، ما تديش شويه عشان بعدين تترفدي. ده انهي اعتقاد ده؟ يعني مثل عجيب جدا، من اول النهارده لازم تبقي تفكري انك تغيري هذا الاعتقاد، لانه لا يناسبك ولا هيقدمك، بالعكس. لان طالما انا بمسك طاقه معينه جوايا بيحصل حاجه. عارفين زمان بومه البوتاجاز؟ لكن لو تضغط عليها هيحصلها ايه؟ هتنفجر. فبص لقي لو انا بضغط على قدراتي هكتئب. ليه هكتئب؟ عندي قدرات اطلعها مش عارف اوديها فين. فعشان كده بالنسبه لمهنتك ادي كل اللي تقدر عليه، فتش زي ممكن تخدم اكتر، خدمتك دي هتجيلك اكتر واكتر واكتر، هتبقى رائع بعد كده، هتلاقيهم يبصوا لك. وبعدين تشتغل مع الناس، مع الشخصيات المختلفه، لو حاسس في حد مش فاهمك حاول تفهمه انت الاول، لو حدش بحد ما بيحترمكش حاول تحترمه انت الاول، لان اللي انت اللي جوه بيروح لبره وبيرجع لك تاني من نفس النوع ده، قانون الانجذاب. حسن نفسك في ميتك، ووصلت لمرحلة خلاص تعبان جدا ومش طايق وعايز تمشي، جهز نفسك انك تروح في مكان تاني. بس قبل ما تمشي خلي الطاقة بتاعتك في المكان ده تكون طاقة إيجابية وطاقة ممتازة وطاقة رائعة. ايه السبب؟ لان لما تيجي تمشي هتاخد معك على كتافك وجوه احاسيسك وبرمجتك احاسيس سلبية، هتحطها فين؟ هتحطها في الشغلانة الجديدة. وفي ناس تمشي من شغلانة يا دوب يروح شغلانة جديدة ويبدا يشتكي من الناس اللي كانوا هناك. ما انت خلاص مشيت، اقطع الحبل بقى اللي بعده، لكن يروح يشتكي فياخد الطاقه دي، ياخد السلبيه تحطها هناك. عشان كده باستمرار تفكر تكون احسن حاجه في حياتك بالنسبه لمهنتك، بتاخد فلوس ادي اكتر منها، ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، ما تقعدش تلوم حد، ما تقعدش تركز على حد بطريقه سلبيه، هتلاقي نفسك عمال تكبر وتنمو بالنسبه اللي بتعمله. هتلاقي نفسك مهنتك اصبحت رائعه، ولو مش مبسوط بتجهز نفسك انك تخرج تعمل حاجه تساعدك شويه شويه لغايه ما تلاقي الحاجه فعلا اللي انت عايز تعملها. بس انت جاهز، وكل ما كان بتتعلم منه بيديلك قدرات اكتر، خدها وروح للي بعده. وبعدين اخيرا الركن المادي. في الركن المادي اتكلمنا، اخبارك ايه مع الفلوس؟ يا ترى انت من النوع اللي فاكر الفلوس غلط؟ يمكن بالنسبه لك انت، ولكن الفلوس ممكن بتساعدك انك تشتري حاجات كتير، او بيها هتساعد الغلابه، ممكن تبني جامع، ممكن تبني حاجه لله سبحانه وتعالى، تبقى صدقه جاريه بالنسبه لك. علشان كده لو بتعرف تعملها ممكن تعملها جهه اللي ما اعرفش. وفي نفس الوقت انت ممكن الفلوس ما بتديش السعاده، ممكن تشتري لك بيت لكن مش هتديك الراحه النفسيه، ممكن تشتري لك هدوم، ممكن تجيب لك دكتور لكن مش هتدي لك الصحه. فعشان كده الفلوس بتبقى مهمه لدرجه محدده، بتدي لك احتياجات لا اكثر ولا اقل، لكن مش بتدي لك اللي جواك، لكن برضو ليها احتياج كبير بالنسبه للدنيا. فلما تفكر انا بعمل كام، ممكن اروح فين، وتبدا تفكر من اول النهارده ازاي ممكن تحسن نفسك في حياتك دلوقتي، ادي الادراك. هذا الادراك بعد كده لازم تدرك احاسيسك.
احساسي عامل ازاي؟ انا احساسي بايظه، احساسي تعبانه، انا متنرفز، انا عندي قلق، انا عندي اكتئاب. تلاحظ، ولما تلاحظ هيبدا التغيير. زي ما قلت لكم قبل كده، الملاحظه الادراك 50% من التغيير. لما ادرك، لما لاحظ ان انا باكل بسرعه، دي بدايه ان انا اكل بشويش. لما ادرك ان انا بتعصب بسرعه، دي بدايه التغيير. مجرد ما تلاحظ بدايه التغيير. لما بتلاحظ مفيش تغيير، بتعملها تلقائيه. واكثر من 90% من سلوكياتنا تلقائيه، بنعملها من غير ما نفكر. عشان كده لازم تبدا تفكر. انت بتفكر ازاي؟ بتحرك ازاي؟ بتتنفس ازاي؟ بتحس بايه؟ وبعدين اخر حاجه بالنسبه لادراك اتكلمنا فيها، ادراكك لسلوكياتك. يا ترى اخبار سلوكياتك ايه؟ لسه بتدخن؟ بتتنرفز بسرعه؟ بتحكم على الناس بسرعه؟ خد بالك من السلوكيات دي، لان اول ما تلاحظ هيبدا على طول التغيير ان شاء الله. وبعد كده هذا الادراك بياخدك للمحطه اللي بعدها، للقوه الذاتيه. وبياخدك بعد كده فين؟ التفكير. مجرد ما تدرك لازم تفكر. هذا التفكير بيأثر على ذهنك في الأول، وبعدين بيأثر على جسدك، بيأثر على أحاسيسك، بيأثر على كل شيء في حياتك، بيأثر على سلوكياتك، بيأثر على نتائجك. لأنه مجرد ما تفكر، لأن التفكير بيحدد المصير. زي ما قلت لكم قبل كده إن في مثل كبير بيقولك إنك لازم تلاحظ أفكارك. أفكار هتتحول لإيه؟ لكلمات، والكلمات بتتحول لأفعال، والأفعال بتحول لشخصية، والشخصية بتحدد مصيرك. فلاحظ أفكارك لأنها تتحول إلى كلمات، لاحظ كلماتك تتحول إلى أفعال، لاحظ أفعالك تتحول إلى شخصيات، ولاحظ شخصيتك ناس تحدد مصيرك. خد بالك من أنت بفكر إزاي، لأن الإدراك بيوصلك للتفكير، التفكير يوصلك للتركيز، والتركيز قلنا عليه أن أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء وعلى شعورك وحسيسك، وبعد الأحاسيس اللي هي الوقود توصل للسلوك. فأي حاجة بتفكر فيها بتركز عليها، التركيز يخليك تحكم عليها وتحس بيها وبعدين تتصرف، وبتسبب لك ثلاث حاجات تانيين: الإلغاء والتعميم والتخيل. يدوب ركز على حاجة لازم ألغي اللي قبلها. لأنا قلت لك دلوقتي ركز على حاجة تسعدك، وانت تركز عليها المخ هيدي لك حاسة اسمها راس، Reticular Activating System. أنا بسيها منطقة المنطق، المنطقة دي تروح فيها المعلومات، تعمل لك زبزبات، تبقى حساس جدا لكل الحاجات اللي شبهها. وده قانون نشاطات العقل الباطن. يعني اي حاجه افكر فيها تبقى بحساس جدا، بلاحظها في كل حته. لو انا مكتئب هبدا الاحظ الاكتئاب، هلاحظ الناس المكتئبه، هلاحظ الحاجات اللي تسبب لي الاكتئاب، لان انا فكرت في كده فركزت عليها. فالمخ لازم يلغي لي كل حاجه ويساعدني على دي، وهكبر فيها وتتكرر اكتر من مره لغايه ما تبقى اعتقاد. فخد بالك انت بتركز على ايه، لان التركيز بيسبب الحكم، بيسبب الاحاسيس، وبيسبب السلوك. التركيز يخليك تلغي معلومات، يخليك تعمم معلومات، وتتخيل نفسك في المستقبل عندك صديق مبسوط منه جدا، حصلت حاجه سلبيه بدات تفقده، وبعدين كل ما تفكر فيه انت لغيت بعد كده كل الحاجات الكويسه عنه. فكل ما تفكر فيه لنفسك بتفكر على اخر تجربه، لان العقل البشري بيبني على اخر تجربه ويدعمها لك من الماضي، يفتح لك كل الفايلات عشان يدعم رايك. فلو مبسوط من انسان وبعدين بدات تتخلف معاه، المخ هيدعمك. لو انبسطت منه تاني، المخ هيدعمك. وفي كلتا الحالتين انت السبب، بسبب افكارك وبسبب تركيزك. فافكارك من صنعك. عشان كده بقول للناس باستمرار، وبقول لك انت كمان، افكارك انت بتسمعها، وانا بتحكم في افكاري، انا بتحكم في ذهني، اذا انا اتحكم في حياتي، لان عارف الافكار هتوديك بعد كده للمصير. فالادراك وصلك الافكار، الافكار وصلتك للتركيز، والتركيز اول ما تركز على حاجه هتبدا تحس بيها، هتوصلك بعد كده للاحاسيس، والاحاسيس هتبص تلاقي بتسبب لك الامراض النفسيه، تسبب لك الامراض العدويه، او تسعدك جدا لما يطلع لك الاندورفين في جسمك، لان عندك سعاده داخليه، احاسيس جميله، احاسيس روحانيه. فخد بالك باستمرار احاسيسك عامله ازاي. امسك هذا الحرامي الداخلي، انا بسميه الحرامي الداخلي، وانت بتحس احساس سلبي وانت مش ملاحظ، وتسيبه مستمر في الزمن، وتلاقي نفسك تعبان نفسيا في الاخر. وبعدين تتراكم، تلاقي نفسك احاسيسك عندها ذكاء، تتصرف بهذا الاسلوب. ايه السبب؟ اصبح ادراك داخلي. هل عمرك تلاقي نفسك قاعد من غير اي سبب تلاقي نفسك بدات تتضايق؟ ممكن، لان في ذاكره العقل الباطن هيطلع لك معلومات موجوده في فايلاتك في الماضي، تلاقي نفسك قاعد متضايق من غير ما تعرف. ولو حد سالك انت متضايق من ايه، تقول له ما اعرفش. اشكال، خد بالك كويس جدا انت بتفكر في ايه، لان هتوصلك للتركيز، والتركيز هيوصلك للاحاسيس. وبعد كده قلنا الاحاسيس هتاخدك في المحطه اللي بعدها، هتاخدك في شارعين، شارع الالم وشارع السعاده. وقلت بعد كده ان المحطه اللي بعدها هي محطه الروابط الذهنيه، ان اي حاجه في الدنيا تفكر فيها، تدركها وتفكر فيها وتركز عليها وتحس بيها، هتاخدك على طول في الالم او هتاخدك في السعاده. وهذا القانون بيقول لك ان اي شيء الانسان يفكر فيه ويربطه بالسعاده هيقرب منه،
واي شيء يفكر فيه يربطه بالالم هيبعد عنه، سواء كان في شغل او في مهنه او في شخصيه او في شخص او في زواج او في اي حاجه في الدنيا تربطها بالالم هتتفاداها. ممكن تكون بتحب شخص جدا وبعدين اختلفتوا وقعدتوا تختلفوا فتره، هتلاقي نفسك المخ بدا يربط بالالم، تبقى بتبعد عنه تماما وتحاول تفكر في المستقبل ما تقابلوش تاني او تتفاداه. ولو بتحب انسان نفسك عاوز تكون معاه وبتقرب منه باستمرار لانك ربطتها بالسعاده. نفس الشيء بالنسبه للاكل، لو بتحب اكله معينه ربطتها بالسعاده، لو ما بتحبش حاجه معينه ربطتها بالالم. فبص تلاقي هذه هي الروابط الذهنيه والروابط في كل شيء. وقلنا الرابط الذهني اللي ممكن يكون رابط بصري، ممكن تكون شفت حاجه تفكرك بحد تاني، ممكن تكون سمعت حاجه تفكرك بحد تاني، ممكن يكون صوت معين يقول لك الله ده انا فاكر صوت حد فكرني بالصوت ده، ممكن تكون كلمه تفكرك بحد. في بلاد مثلا يقول لك في كلمه يرددوها باستمرار زي واخد بالك انت او فهمني ولا ايش رايك، اي حاجه بالمنظر ده تبص تلاقي الكلمه دي مشهور بيها، كل ما تفكر فيها تفتكر هذا الشخص. زي ما قلت المره فاتت حكايه ممتاز، لما حد يقول لك ممتاز تلاقي هذا الشخص ده كان مدير من المديرين اللي بيشتغل في الاستقبال عندي في فندق كنت انا مدير عام فيه، كان الكلمه دي تضحكه بتفكره بشخص كان بيقول له نكت ويقول له ممتاز فكان بيضحك عليها، لما انا قلت له ممتاز بدا يضحك لانها رابط ذهني. وقلنا ان الرابط عباره عن ايه، ان اي حاجه بتحصل في حياتك فيها شعور واحاسيس عاليه وفي حاجة تانية بتحصل في نفس الوقت، يعني منبه بيخش جوه التجربة وبعدين على طول تروح للجهاز العصبي فتتبرمج هناك، وبعدين تروح بعد كده للعقل الباطن وتتبرمج مع مخازن الذاكرة، بحيث ان انت لو سمعت هذه الأغنية كمان مرة هتفكرك بالتجربة، ولو الأحاسيس لسه مشتعلة هترجعك تاني للأحاسيس. عشان كده ممكن مكان تكون روحت فيه مع حد مهم بالنسبة لك، يكون مطعم يكون أي حتة، لما تخش تاني المطعم المخ على طول الرابط يطلع وراح مفكرك بالشخص ده، وادي الروابط الذهنيه. فاحنا من محطه لمحطه، من الادراك للتفكير للتركيز للاحاسيس للقوى المحركه للانسان وللجنس البشري اللي هي بنتكلم على السعاده والالم، اللي بعدها على طول بتروح للروابط الذهنيه. وعشان تعمل رابط ذهني بتفكر في الحاله اللي انت نفسك فيها، اللي هي ممكن تكون خشوع مثلا، ممكن تكون تحكم في الذات، ممكن تكون ثقه في النفس، ممكن تكون قوه ذاتيه، ممكن تكون اي حاجه. فبتفكر في الحالة النفسية، بتفكر في الرابط، وان الرابط يستحسن يكون رابط حسي، يعني ممكن تمسك صباعين بالمنظر ده، لما تمسكهم تتنفس بعمق وبعدين تقول كلام اللي بيوصلك لدي، مثلا ثقة انا واثق من نفسي، خشوع انا فعلا بقدر اوصل للخشوع عملتها كتير قبل كده. فانت عرفت الحالة وعرفت الرابط، ارجع تاني للماضي بالذاكرة دور تجربة من تجاربك في الحالة اللي انت عايزها. لا ترجع للماضي هتلاقي مكان فيه ثقة، روح هناك عيش التجربة تاني من أول وجديد، عيشها بكل حواسك، ولما الأحاسيس تشتعل امسك هذا الرابط. لأن قلنا في أربع حاجات أساسية بتخلي الرابط يبقى قوي: القوة، قوة الأحاسيس، التوقيت، توقيت الرابط، التميز يكون مختلف، التكرار تقدر تكراره تاني، يعني حاجة ممكن امسكها كده. في ناس دربناهم في الحاجات دي بالنسبة للحاجات اللي بنعملها في التنمية البشرية، راح حاطط رابط بيقع في شنبه وبعدين حلق الشنب، الرابط راح، فمش عايزك تعمل حاجه تروح منك، او حطت رابط مثلا، واحده حطت رابط في الحلقه وبعدين قلعته، لا ما ينفعش. عايزك تعمل حاجه تكون مميزه ممكن تكررها باستمرار تكون في جسمك، خصوصا انك تمسك الصابع دول او الاعضمات دول او تمسك ودنك او اي حاجه بحيث تقدر تكررها تاني. فدلوقتي الرابط، عشان تعمل رابط صح بالنسبه لك يكون عامل ازاي، لازم اول حاجه لازم تفكر في الحاله اللي انت عايزها بفرض انها خشوع. تاني حاجه فكر في الرابط اللي انت عايزه، ممكن يكون صباعين كده، لان عايز تمسك الصباعين دول يفكروك بالخشوع. ارجع للماضي فكر في تجربه بالنسبه لك كان فيها خشوع، ممكن جدا تكون مثلا سافرت مكه وبعدين هناك حسيت بخشوع رائع، بس ارجع بذهنك عيش تاني التجربه من اول وجديد، حط كل حواسك، اسمع اللي سمعته، شوف اللي شفته، ولما الاحاسيس تطلع تروح ماسك هذا الرابط، فبتدخل هذا المنبه في التجربه تجيبك هنا. دلوقتي سيب الرابط وبتكسر الحاله. يعني ايه اكسر الحاله؟ خد نفس عميق وبعدين بص حواليك. انتوا عارفين حكايه كسر الحاله دي في منتهى الروعه، واحنا بنصلي ونقول الله اكبر، ده رابط. اول ما بتخرج من الصلاه وتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بتبص في الناحيتين، وانت بتبص يمين بتروح للعقل اليمين المسؤول عن التخيل والابتكار، وانت بتبص شمال بتروح عن الجزء الشمال المسؤول عن التحليل والمنطق. الاثنين دول لما تروح كده وتروح كده لازم تخرج من الحاله اللي كنت فيها. فلما بتخرج ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تخرج من الحاله وانت بطاقه روحانيه رائعه، عشان تروح بعد كده في الفعل وتبدا تورينا روعتك. فهذه موجوده اهي في الصلاه. طبعا في الصلاه في اسرار، لما بنيجي نضرب قوه الطاقه البشريه الناس بتشوف حاجات في منتهى الجمال عن قدرات الطاقه، هي اوريدي موجوده عندنا في القران. ففي الحالات دي انت بتكسر الحاله، بعد ما كسرت الحاله جرب بقى الرابط. يعني ايه؟ امسك الصباعين دول تاني شوف هيحصل ايه، هتلاقيه بيفكر في نفس الحاله، لما يفكر في نفس الحاله
يبقى رابط ناجح استخدمه بعد كده في حياتك. وحاجة ممكن تصعد الرابط، أصعده إزاي؟ طول ما أنت ماشي في الدنيا بتقابل أي حاجة تديك ثقة دخلها في نفس الرابط، أي حاجة تديك مثلا خشوع دخلها في نفس الرابط. وفي حاجة مهمة جدا، ما تحطش رابط عالية مع بعضها مع رابط تكون واطية مع بعضها. رابط عالية في الطاقة زي حاجة فيها حوافز، حاجة فيها ثقة، حاجة فيها قوة، دي رابط عالي فيها تنفس قوي. التانية رابط استرخاء، رابط خشوع، رابط راحة نفسية، بتوصل لمرحلة اسمها الألفة من ذبذبات المخ اللي هي المخ بيلف فيها، دي الروابط اللي ممكن تريحك وتخليك تنام بالليل. آجي الرابط الذهني، وبعد كده هنوصل المحطة اللي بعدها. المحطة اللي بعدها قوة الاعتقاد. قوة الاعتقاد، الاعتقاد ده هو السبب في كل حاجة بتحصل لك في حياتك. الاعتقاد ده هو برمجة راسخة موجودة في عقل الباطن، موجودة من يوم ما اتولدت في الدنيا وتعلمت لغة من الأب والأم، وبعدين بدأت تعمل معنى لهذه اللغة، بدأت تدرك حاجات بهذه اللغة، وبدأت تتكون تجارب معينة. كل حاجة فكرت فيها وراء اعتقاد. عشان كده بقول لك أنا باستمرار، وراء كل برمجة يوجد اعتقاد راسخ، وراء كل سلوك يوجد اعتقاد راسخ، وراء كل إحساس يوجد اعتقاد راسخ، وراء كل حاجة الدنيا بتعملها وراء اعتقاد. فالنهاردة لما توقع الاعتقاد ممكن كل حاجة توقع. بتعرف الناس ساعات تروح تعالج السلوك، حد مثلا يكون بيدخن وعايز خلاص تعب، تعب جدا، نفسيته باظت، اعصابه باظت، صحته باظت، وبعدين عايز يخلص منها، يجي يخلص منها يحاول يخلص من السلوك اللي هو التدخين. بس في اعتقاد، اعتقاد في روابط، الروابط دي بتفكره كل حته، اعتقاده انه كان بيرتاح من السجاير. فلازم نوصل لمرحله الاعتقاد ده يقع 100%. لما حد يجي يقول لي دكتور انا نفسي انجح، بس اعتقاده جواه ان النجاح مش له، انه نجاحه لحد معين مش ممكن يقدر ينجح، لان اعتقاده ما بيدعموش. فالاعتقاد وراء كل شيء. في الستينات في شخص اسمه لي اياكوكا. الشخص ده في أول قبل كده كان مدير، كان مدير من الكبار، كان رئيس مجلس إدارة شركة فورد. وبعدين فورد رفضه، لما رفضه طلع وقال لك انا قررت ان انا اكون احسن حاجه في حياتي وهعمل شركه تخلي شركه فورد تكون صغيره قد كده، لان انا هبقى اقوى منهم بكتير. وبعدين كان شركه كرايزلر وقتها عندهم مشاكل خطيره جدا، مشاكل ماديه، مشاكل مع اللي هم المدعمين بتوعهم، مع الفروع بتوعهم، كان عندهم مشاكل من كل ناحيه، وكان خلاص هيعلنوا التفليس. عشان يعني التفليس كانت هيبقى مشكله كبيره جدا في البلد، كان في لا يقل عن 500,000 عامل هيبقوا في الشوارع، حوالي 350,000 بالتحديد كان هيكونوا في الشوارع. فكان في مشكله كبيره. اول ما اخذ الشركه دي كان هو رئيس مجلس ادارتها، كان عليهم ديون، تخيل اكثر من 280 مليار دولار ديون، كان عنده في البنك 600 مليون دولار، كان عنده اكثر من حوالي 500,000 عامل، كان عنده فروع حوالي 2000 فرع، فما كانش عنده حاجه ممكن يتصرف بيها. فكان لازم يعلن افلاس الشركه وخلاص، كل واحد راح لحاله، والعمال دول كلهم في الشارع، لازم يدور على حاجه ثانيه. فالراجل ده بدا يفكر بطريقه مختلفه، كان عنده اعتقاد داخلي انه هينجح، يعني هينجح، اللي نجحوا قبل كده نجحوا ازاي، ما فيش حد احسن منه، هو كمان ممكن ينجح. واول حاجه عملها، وكان اول واحد رئيس شركه، كان راح وقتها للكونجرس الامريكي، وقتها كان مستر ريغان كان هو رئيس الولايات المتحده، وراح هناك وعرض الفكره، قال لك عندك حوالي 500,000 بني ادم هيكونوا من غير شغل، انت لازم توكلهم، هيعملوا لك مشكله كبيره. فقالوا طب انت عايز ايه؟ قال لهم عايزك تساعدنا، اديني مثلا، اديني 5 مليار دولار امشي نفسي بيهم واحسددهم في خلال 20 سنه. فلاول مره اجتمعوا دول الفلوس على اساس انه بيساعد البلد، ادهم له طبعا شويه شويه. اول ما خد الفلوس رجع عنده في الشغل، وراح عمل حاجه مهمه جدا، بدا يفكر، بدا يخطط، بدا يشوف انا فين، بدا يدرك، قال لك انا فين فعلا دلوقتي، تعال نكتبها بالتفصيل. وراح عمل حاجه تانية صح، راح معين حد متخصص في الحالات اللي زي دي بالظبط، واحد اسمه مايكل لي. الراجل ده هو من اصل صيني ولكن كان عايش في امريكا، راجل في منتهى القوه، راجل بدا يبحث ويدور، بدا يفتش. اول حاجه عملوها بدا يقفلوا كل الاقسام اللي هي بايظه، اللي هي ما بتنتجش. بص لقى عنده اكتر من 2000 مساعد رئيس مجلس اداره عاملين يتمشوا ما بيعملوش حاجه، ما بينتجوش، راحوا مقللين العدد، خلوه فقط 200 منتجين، ادولهم فلوس اكتر عشان ينتج. بعد كده قال لك احنا عملنا كل ده، قفلنا الاقسام اللي مش نافعه، فتحنا الاقسام اللي هي، شغلنا الاقسام اللي هي شغاله كويس جدا، دعمناها اكتر على كل ده رائع. بس في حاجه كمان لازم نعملها، لازم نكون مختلفين عن بقيه السوق. فعملوا حاجه اسمها سياره، اسمها اي كلاس، كانت اول سياره في العالم بتتكلم، يقول لك ما تنسيش مفاتيحك، اقفل الباب، افتح الباب، الكرسي مش عارف اعمل ايه، خد بالك في ناقص بنزين. فالبوس لها كانت اول سياره بتتكلم، الناس فرحت بيها. طبعا كانوا حاطين راجل صوته كبير كده وتخين، كان يخوف الناس، وبعدين حطوا واحده صوتها رفيع وهادي كان بينايم الناس. قال لك لا، عايزين نظبطها بين الاثنين، روح جايبين صوت رائع. السياره دي اتباع منها اكتر من 10 مليون سياره في حاجه بسيطه جدا،
ايه اللي حصل؟ فكان مبتكر، مش بس كان بفكر بطريقه زي التاني، لا بدا يدرك عنده ايه، بدا يظبط اللي عنده، بدا يحسن اللي عنده، بدا يفكر، بدا يخطط، بدا يبقى مبتكر. وفي اقل من 5 سنين سدد كل الفلوس اللي كان المفروض يسددها في 20 سنة للكونجرس، وبدا يتحرك لغايه ما اصبحت كرايزر من اقوى الشركات في السيارات في وقته في العالم كله، واصبحت رائعه. بعد كده عمل الاي كلاس، عمل بعد كده الاي بايك، حاجه لحاجات تانية بالنسبه للبسكليتات، عمل حاجه برضو في منتهى الروعه. بعد كده راح عمل سياره تانية اسمها البارون، وبعدين عمل بدا بقى شغال لغايه ما عمل حاجات في منتهى الجمال وخرج شركته. كل ده من ايه؟ لما سالوه مره كان في سي ان ان بيقولوا له ايه القوات اللي انت جبتها دي منين؟ قال لهم اولا القوات دي مش بتاعتي، اديها لله سبحانه وتعالى. انا بالنسبه لي انا عندي اعتقاد تام في قدراتي اللامحدوده، الاعتقاد ده هو اللي بيحركني، الاعتقاد ده هو الوقود بالنسبه لي، الاعتقاد ده هو الافكار، هو الهدف. فانا مركز على الهدف ومعتقد تماما ان لازم احققه، يعني لازم احققه، وهو ده اللي وصله. عارفين في واحد اسمه راجر بانستر، الراجل ده قدر يجري ميل بحاله في 4 دقائق. وقتها الناس كلهم قالك استحالة حد ممكن يقدر يجري ميل في 4 دقائق، استحالة مش ممكن، لأن الجسم ما يقدرش يوصل لها. وهو بيسمعهم راح جاري جرى ميل بحاله في أقل من 4 دقائق، وطلعت بعدها قصة اسمها The 4-Minute Mile، عملهم راجر بانستر، وراح مكسر هذا الاعتقاد بالنسبة للناس وتربط عليها اعتقادات تانية، وصل لمرحلة في منتهى الروعة بالنسبة لهذا الاعتقاد. ونفس السنة في 16 واحد عملوها، لغاية النهاردة في أكتر من 36 ألف بني آدم قدروا يجروا الميل في 4 دقائق، بسبب أن حد كان معتقد تماما أنه ممكن يغيرها. أنا شخصيا عملت دبلومة كان لازم تاخد 6 سنين، عملتها في 9 أشهر. الناس قالك معقولة؟ وقعدوا يدرسوا إزاي؟ قلت له البيبي بينزل في 9 أشهر، معجزة. أنا عشان خاطر أعمل دبلومة في 9، حسبتها فيها كم كتاب، فيها مثلا 28 كتاب، الكتاب فيه كم صفحة؟ حتى لو 2000 صفحة، ضربتها قسمتها على 4 ساعات، ده اللي أنا هذاكر فيه تلو 9 أشهر، فخلصها في 9 أشهر. بمجرد ما عملتها نفس السنة واحد عملها في 14 شهر. النهاردة في واحد عملها في 8 أشهر. فبص لقي مجرد ما الاعتقاد يتكسر الناس اللي تبدأ تتعدى. عندي مثلا في يوم من الأيام بنتي نرمين، كنا رايحين هناك، وكنا في مكان في حوض سباحة، وبعدين عارفين المناط، وبعدين هي كانت خايفة جدا بأختها طبعا نانسي، نطت وطلعت. وبعدين نرمين كانت في ألم شديد جدا، وقاعدة مش خايفة تنط حسن يحصلها حاجة. وبعدين لقيت واحد راجل وقف جنبي عنده ابنه في حدود 5 سنين، عمال بيحاول يقنعه انه ينط المناط. فالابن باين عليه مادي، ظهر ابوه مادي، فالابن بيقول له هتديني كام وانا نط؟ فالراجل قال له هدي لك دولار. قال له لا دولار شويه، ده فيها مصيبه هناك. الراجل قال له هديك 2 دولار. وبعدين التاخر وافقوا على 5 دولار عشان خاطر نط المناط. فالولد طلع وراح ناطط ورجع تاني، قال له نط تاني؟ قال له يا ريت. قال له بقى 6 دولار. عمال يتناقش مع ابوه بالفلوس. فطبعا دي اسوء حاجه على فكره، لانه ممكن يطلع قوي في المفاوضات، بس بشكل ده ممكن يطلع نصاب كمان. رجعنا بقى، بص لقي نرمين عملت معايا ايه، بدات استخدم رابط الالم والسعاده. فقلت لها بصي يا حبيبتي، شوفي نانسي ماشيه ازاي، خصوصا نانسي بالذات ان انا اختها فبتاثر جدا بيها. قلت لها شايفه نانسي مبسوطه ازاي؟ تحبي تكوني مبسوطه زيها؟ قالت لي اه. انت خايفه؟ قالت لي جدا. قالت لي بس نانسي خايفه؟ قالت لي لا. تحبي تكوني زيها؟ قالت لي اه. لو جربتي هيحصل ايه؟ قعدنا نتكلم في حاجه اسمها روح لاقصى حاجه ممكنه. قالت لي ممكن اتكسر. قلت لها هتموتي؟ قالت لي لا. قلت لها لو طلعتي عايز كده تتخيلي انك طلعتي ونطيتي تبقي مبسوطه؟ قالت لي جدا. وبعدين طلعت وكانت خايفه شويه، قلت لها ما تبصيش تحت، بصي هناك، بصي الهدف، بصي للسعاده. راحت نطت. ولما نطت لاول مره، لما رجعت لتاني كنت عايز اثبت الاولانيه، قلت لها شوف المره الاعلى ممكن تعمليها كده، اعتقادها بيتغير. فقلت لا ما اقدرش. طب ممكن اعمل الاولانيه؟ ده اللي انا عايزه من الاساس. قلت لها روح اعمل الاولانيه. عملتها 5 مرات، خلاص بقت ثابته بالنسبه لها. لان اول ما حد يعمل حاجه لازم يروح للفعل اللي بعده. خدوا بالكم اللي انا هقوله، الاعتقاد يولد الفعل والفعل يولد الاعتقاد. لو انا معتقد في حاجه هحطها في الفعل، ولو حطيتها في الفعل وفشلت فيها هعتقد اعتقاد جديد. ولو انا مش معتقد في حاجه وحطيتها في الفعل ونجحت هيكون عندي اعتقاد جديد. فالاعتقاد يولد الفعل والفعل يولد الاعتقاد. اجي قوه الاعتقاد لما ابص الاقي انا وصلت لمرحله ان الاعتقاد هو سبب في كل شيء. طب ايه الاعتقاد ده؟ عباره عن ايه؟ لما ابص الاقي واحد زي ايا كوكا يوصل لمرحله الاعتقاد القوي ده، ابص الاقي راجر بانستر وصل الاعتقاد القوي ده، ابص الاقي مثلا في دكتور، ودي قصه حقيقيه انا بحب احكيها لان النكته اكنها نكته، في مريض كان فاكر انه جثه. فالدكتور قال له انت جثه مش كده؟ قال له طبعا يا دكتور. قال له تفتكر ان الجثث بتاخد ادويه؟ قال له طبعا لا يا دكتور ما تاخدش ادويه. قال له تفتكر ان، طب قال له هسالك سؤال، تفتكر ان الجثث بتنزف بتنزل دم؟ قال له دكتور عيب معقوله برضه جثث ما فيهاش دم خالص. قال له طب تسمح لي؟ راح الدكتور كان في منتهى الذكاء، راح جايب دبوس وراح شكك الراجل شكه، راح منزل دم، بص للدم وبص للدكتور قال له عندك حق الجثث بتنزف.
فتخيل حاجه بالمنظر ده ان الشخص عنده اعتقاد ان جثه، عشان عنده اعتقاد ان جثه، عنده اعتقاد ان الجثه بتخش ادويه، بمجرد ما شاف النزيف وبدا الدم ينزل قالوا عندك حق جثه بتنزف. فالدكتور قال له طالما الجثث بتنزف الجثث ممكن كمان تاخد ادويه وممكن تاخد حقن، مش كده؟ فالراجل بدا يوقف، اعتقاده اتغير. ولما اعتقاده اتغير جثه مثلا مش مهم، خلي الجثه زي ما انت لكن بتتعالج. وبعدين هنبقى نشوف الحكايه البني ادمين دي شويه شويه، هروح لها بعدين. فلما توصل لهذه الدرجه اعتقادك الشخصي يخليك تفكر، يخليك تتحرك. شخص عنده اعتقاد ان الاسانسيرات مرعبه بالنسبه له اعتقاد، حد تاني ممكن يضحك عليه لكن ده اعتقاد بالنسبه له. فتوصل لهذا الخوف يطلع 700 سلمه عشان خايف من الاسانسير. حد ممكن اعتقاد بيخاف من التحدث امام الجمهور. في شخص انا اعرفه شخصيا رفض شغلانه كسفير لبلده، شغلانه فيها برستيج رائع، بلد جميله جدا جدا، كل ده بسبب ايه؟ اعتقاده من ايه؟ خوف من التحدث امام الجمهور. لكن لان في وقت من الاوقات في ناس نقدوه جامد والنقد ده كان جامد عليه وخلاه يفكر كتير وبدا يربطها بالالم، فقالك مش ممكن اخد مراكز اكبر من كده، اللي حصل لي كفايه ابعد احسن. لما جت الوظيفه رفضها، اعتقاد. ايه اعتقاد ده؟ خوف من التحدث امام الجمهور. تخيل ان يكون عندك اعتقاد بالمنظر ده. كل اصناف الخوف، الخوف من الاماكن المغلقه، الخوف البسيط. تعرفين في ثلاث اصناف من اصناف الخوف: الخوف البسيط، الخوف الاجتماعي، والخوف المركب. الخوف البسيط حد يخاف من الطيارات، حد يخاف من 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 مثلا اماكن مغلقه، اماكن مفتوحه، اماكن الضلمه، اماكن عارف كل حاجه، يخاف من الحيوانات، يخاف من الصراصير، بمعنى صح يخاف من الزهوي، فبيخاف من الصراصير. فبص لاقي بيخاف من حاجه معينه، حاجه واحده، حاجه بسيطه. الخوف الاجتماعي بيخاف من التحدث امام الجمهور، يخاف يقول رايه قدام الناس، ده الخوف الاجتماعي. يتفادى الاجتماعات، يتفادى المجمعات، يتفادى حته فيها ناس كتير لانه ممكن يتحط في الاضواء فيتفادى دي. والخوف المركب ان الشخص يكون عنده اكتر من خوف مع بعض وهذا الخوف وصل له برهبه. يعني مثلا حد يكون في جامع وبعدين لقى نفسه مش قادر يتنفس، مش قادر ياخد نفسه، خلاص حاسس انه هيقع، هيغمى عليه، فيخرج بسرعه، فده جات له رهبه. الرهبه دي بتستهلك الانسان تماما، فساعتها يخاف يخرج لانه ممكن يقع عشان بيخاف من الخوف. ففي الحاله دي اسمها خوف مركب. وطبعا الخوف ده من اقوى اصناف الخوف اللي ممكن لاحد، ولكن بيتعالج ان شاء الله وبسهوله، ما تاخدش وقت كبير باذن الله. بس ده اعتقاد وراء اعتقاد. اعتقاد الشخص ان هيحصل لي حاجه، اعتقاد الشخص اتفادى احسن. لو عزمت ناس ممكن يغمى عليا قدامهم، احسن ما اعزمش. لو اتعزمت على ناس ممكن تحصل هناك، احسن ما اروحش. فتبص لي شويه شويه يكتئب درجه خطيره جدا ويقفل على نفسه الباب. وده صنف من اصناف الخوف اسمه الخوف المركب مع الرهبه النفسيه اللي بنسميها بانيك اتاك، بتهجم عليه في اي وقت ومش عارف يتصرف ازاي. ده اعتقاد. بص لي كل الاعتقادات دي هي السبب في حياتنا، لان اعتقادك بيسبب ايه؟ الاعتقاد يسبب التعاسه أو السعادة، سبب الفشل أو النجاح، سبب الاتزان أو اللخبطة، يسبب التدخين أو السلوكيات الكويسة، يسبب أي حاجة. الإنسان طالما ربطها بحاجة هيديها اعتقاد. لو أنا ربطت حاجة بالسعادة في اعتقاد أن أنا سعيد، لو ربطت حاجة بالألم في اعتقاد أن أنا فيها ألم بالنسبة لي، لو عندي شخص بحبه جدا في اعتقاد أن أنا بحبه، لو عندي شخص ما بحبوش في اعتقاد أنا ما بحبوش ليه. كل حاجة وراء اعتقاد، وراء كل سلوك يوجد اعتقاد، وراء كل برمجة في اعتقاد. فهذا الاعتقاد عبارة عن إيه؟ الاعتقاد عبارة عن برمجة راسخة، عبارة عن برمجة راسخة لما تعنيه الأشياء وتدركها النفس. يعني معنى كده أنا عندي برمجة معينة في اعتقاد جواها لمعنى الأشياء بالنسبة لي، إدراكي كل شيء بيحصل حواليا معناه إيه، أنا أدركتها إزاي، جواها كل أفكاري، فالاعتقاد ده فيها كل شيء. تعرف لو أنا مثلا حد جاي عايز بطل التدخين وبعدين بيتكلم على السلوك، سيب السلوك خالص لكن وراء اعتقاد. أنا في حد مثلا كان في مونتريال، كان في اسبوع اسمه اسبوع عدم التدخين، فانا كان بيساعدوا الناس عشان الناس ما تدخنش. وبعدين جابوا لي واحد، كنا في وقتها داخلين احنا في الهيصه دي، جابوا لي راجل اسمه جورج لوكاس. الراجل ده عنده 82 سنه وطبعا كل حاجه في الدنيا فشلت معاه. وبعدين جابوه لي على اساس يبقى تحدي، جابوه لي جورنال من الجرايد هناك اسمه كرونيكل، قال لك تعالى نشوف انت ممكن تعمل فيه ايه. قعدت معاه سالته اول سؤال، انت بالك قد ايه بتدخن؟ قال لي من وانا عندي 14 سنه. يعني بتتكلم على حوالي 60 سنه ولا 70 سنه بيدخن. بتعمل ايه في حياتك؟ قال لي ولا حاجه. بتشتغل؟ قال لي لا. قلت له بتقضي وقتك ازاي؟ قال لي ادخن والعب في الكمبيوتر وادخن. يعني التدخين دي جت على لسانه كتير. قلت له وبيحاولوا يشيلوا منك النشاط الوحيد اللي انت بتعمله؟ قال لي اه. رحت للتنويم بالايحاء ما نفعتش، رحت الدكاتره، خدت الحبوب، خدت مش عارف حقن، خدت الباتش، خدت الماستيكه اللي بياخدوها، كله فشل. ايه السبب؟ كلهم مركزين على السلوك، كلهم مركزين على حاجه الراجل بيعملها، هي الحاجه الوحيده بيعملها في حياته. بعدين يقولوا له هتموت. طب ما انا عارف، ده انا عندي 82 سنه، غير كده ممكن اموت، ده انا والدي مات وعنده 90 سنه وكان بيدخن. واحد عاملك رايه، انا كله قلت له اسمع، دخن، عايزك تدخن، دخن زي ما انت عايز،
بس هسألك سؤال، انت بتتنفس؟ قال لي طبعا. قلت له ممكن توعدني؟ انا عرفت، قال لي ان انا عندي جنينه. قلت له ممكن توعدني تروح في جنينتك او بره في الشارع وتتنفس كل يوم 5 دقائق؟ قال لي اه دي بسيطه، ما انت بتتنفس بتتنفس. بعدين سالته قلت له سوري، يعني انت دلوقتي بتروح من الحمام بتمشي من سريرك للحمام؟ قال لي طبعا. قلت له ممكن توعدني تمشي نفس المسافه بره وانت بتتنفس؟ قال لي اه. كل اللي انا كنت بعمله ما خليتوش يركز على السلوك، خليته يزود نشاطات مختلفه، فبدا يزود هذه النشاطات، بدات ازودها له، بدات اتنفس كل يوم. قلت له انا عندك رئه بايظه خالص، من قدام يمكن شويه نظيفه، لكن من ورا لو عملت دلوقتي اشعه فعلا قويه وعملت ام ار اي فيها هتلاقي بايظه تماما، وفي حاجات تانية كمان كتير فايه رايك تبدا تتنفس كل يوم 5 دقائق وتتمشى كل يوم 5 دقائق؟ بدا يعملها، بقى نشاط بالنسبه له، بقى حاجه بيستنى يعملها، بيعملها مره في اليوم وبعدين مرتين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه، بيعملها كل يوم نص ساعه وبعدين كل يوم 3 مرات نص ساعه، عنده وقت فاضي. فحب جدا الحاجه دي، بدات اديله نشاطات تانية، بدات اخليه يخرج في المستشفيات وساعد الناس اللي هناك، بعدين بقى يروح الغرف التجاريه ويتكلم على الموضوع ده، وشويه شويه بدات ازود له نشاطات وخلي التركيز زي ما انت، لكن في نشاطات تانية ما كانتش عنده قبل كده، فانا بديله حاجه في الاعتقاد تبدا تتغير. وبعد كده بدينا الحاجه مهمه جدا بعدها، ايه اللي بعدها؟ بدات احصره، بتدخن فين؟ قال لي في اي مكان. قلت له انت مراتك لسه موجوده؟ قال لي اه. قلت له وانت بتطلع ثاني اكسيد الكربون وفي نيكوتين التسممات ممكن تموتها؟ اول ما قلت له تموتها عارف اتخض، لان هي الوحيده اللي فاضله له في الدنيا. قال لي اه فعلا. قلت له طيب ممكن ما تدخنش قدامها؟ قال لي ممكن. قلت له ممكن تدخن في مكان واحد تاني في البيت، واحد بس في البيت؟ قال لي ممكن. قلت له فين؟ قال لي قدام الكمبيوتر وانا بحضر حاجات وبخش في الانترنت ساعتها، وبيعمل تشات زي العيال الصغيره وبتاع. فالمهم ساعتها ممكن في الوقت ده اركز وادخن بس في المكان ده. فانا بدات احصره، ما تدخنش في اي مكان، دخن في مكان واحد بس. بعدين رحنا للسياره، اديت له اشرطتي، وبعدين اديت له اشرطه ناس ثانيه، وبعدين عرفته على شركات يشتري منها اشرطه. السياره بتاعته بقت فيها تنميه بشريه باستمرار. قلت له خلي السياره ما فيهاش تدخين، افتح الازاز، دخل هواء نظيف، شم الهواء نظيف، خلي مكان واحد بس تدخن فيه. بدا يتعلم، بدا يتعلم ان في روابط فيها صحه. اعتقاده بدا يتغير، نشاطات زادت عنده، جالي بعدها ب6 اشهر وانا سايبه براحته، سافرت ورجعت وعمل مستمر، بس انا بتابع وراه ان يستمر في النشاطات وتزيد النشاطات. بعدها ب6 اشهر انا بطلت التدخين. قلت له لا انت ما بطلتش تدخين، انت ما فيش بيبي مدخن، ما فيش بيبي اول ما نزل بعد التعب ده كله قال لهم والله يا جماعه انتوا تعبتونا في الحمل ده، شوفوا لنا سجاره بقى عشان نرتاح. طبعا ما فيش الكلام ده، كل ده كلام فارغ. انت قعدت 14 سنه غير مدخن، انت اساسا انسان غير مدخن، انت اتعلمت ده ببرمجه معينه، وزي ما اتعلمتها ممكن تتعلم تخلص منها. عشان كده انت مش تقول انا ما بدخنش خلاص، انت بتقول صباح الخير يا دنيا، واعتقادك اتغير، واتكل على الله من اول النهارده، وروح اشكر الله سبحانه وتعالى بلغتك وبطريقتك، بس المهم اشكر الله سبحانه وتعالى اللي خلانا نتقابل مع بعض وراح بطل التدخين. فتبص تلاقي كل اللي انا عملته ايه؟ غيرت له اعتقاده. الناس كلها مركزه على السلوك، فهو ما عندوش الا هو السلوك. السلوك عباره عن فروع الشجره، الاعتقاد هو الشجره بحالها تحت في القيم. لما تاخد القيم والاعتقاد السلوك يقع. فباستمرار الواحد يسال نفسه ايه الحاجه اللي انا ممكن لو لمستها كل حاجه تانية تقع، لو قطعت الشجره كل وقع، كل السلوك كل الفروع وقعت. مظبوط الكلام ده؟ فعشان كده هذا هو الاعتقاد. الاعتقاد له اصناف، له انواع، في 4 اصناف الاعتقاد. اعتقاد عن الذات، اعتقاد عن نفسك، يا ترى انا فعلا استاهل، انا بعتقد في قدراتي، انا بعتقد في قوتي، انا فعلا عارف ان انا انسان استاهل كل شيء. اعتقاد عن الذات، فيا ترى انت معتقد في قدراتك، بتستغل قدراتك الى احسن وجه، يا ترى معتقد انك ممكن تحقق اهدافك، معتقد انك فعلا تستحق انك تحقق اهدافك، معتقد انك تستحق السعاده، هل معتقد في ده؟ لان لو انت تعبان في اعتقاد، لو انت عندك اكتئاب ولا احباط ولا متضايق من حد ورا اعتقاد، خد بالك من هذا الاعتقاد لان هو سبب في اللي انت فيه، طبعا جه من افكارك. فخد بالك من الاعتقاد عن الذات، من اخطر اصناف الاعتقاد، لما حد يقول لك انا فاشل، انا مكتئب، بعد الانا وتكررها اكثر من مره وتحط معايا شعورك واحاسيسك، بقت في قانون التكرار اللي بيقول لك اي شيء تقوله لنفسك وتكرره اكثر من مره وتحط معايا شعورك واحاسيسك يبقى اعتقاد ويتبرمك في العقل اللاواعي. دلوقتي اعتقاد عن الذات، بعد كده عندك اعتقاد عن معنى الاشياء. لما حد يقول لك انا مثلا انا بدخن، ايه معناها بالنسبه لي؟ معناها ان انا برتاح، فتبص تلاقي سجاير بتريحني، فدي معنى، فدي معنى بالنسبة للحاجات. في عندك بعد كده اعتقاد نمرة 3، اعتقاد عن مسببات الأشياء، مسببات الأشياء. في سيدة كانت في لويزيانا لما كنا بنيجي محاضرات هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين جت قالت لي دكتور أنا اتطلقت مرتين وعندي اعتقاد تام إن أنا لا أثق في راجل إطلاقا. قلت لها مدام أنت عارفة في كام راجل في الدنيا؟ قالت لا أكثر من 2 مليار شفتيهم كلهم؟ قالت لي لا. فزي بتعممي، هما 2 بس مشكلتك والاثنين بس انت كنت جزء من المشكله، يعني كان في رايك ورايه،
فما تعمميش. وبعدين قعدنا في تغيير الاعتقاد، رجعت بعد كده حياتها اتغيرت تماما، وطبعا بعد كده تزوجت تاني، وهي حريصه انها اتعلمت، مش تاخد معها السلبيات، اخذت معها المهارات وحياتها اتحسنت بعد كده. فده اعتقاد في مسببات الاشياء. بعد كده عندك اعتقاد من الماضي واعتقاد من المستقبل. اعتقاد من الماضي حاجه حصلت لك في الماضي، مثلا حد دخل في وظيفه معينه وبعدين عايز يعمل مشروع وما ادهوش النتائج اللي هو عملها، فعمل اعتقاد لو حاول يخش في مشروع تاني هيتفاداه، لان المخ هيفكره، لما المخ يزور الماضي هيفكره باللي حصل وهيبدا يتفاداه تاني من اول وجديد. فده اعتقاد عن الماضي. اعتقاد عن المستقبل زي ما بص الاقي، والقصه اللي بحب اقولها باستمرار، لان في ناس في جامعه من الجامعات قالوا مثلا شاب قالت لي دكتور اللي انت بتقوله كويس جدا، لكن لما نتخرج مش هينفع لان مش هنشتغل. تلا في مجموعه او في ناس بيشتغلت السنه فعلا، طب ايه اللي خليكي تركزي على اللي ما بيشتغلوش؟ ما تركزي على اللي بيشتغلوا. وده اعتقاد، اعتقاد ان انا مش هشتغل. مجرد ما الاعتقاد اتغير بدات تتحط في الفعل، لان الاعتقاد بيديك ثقه، والثقه بتحطك في الفعل. وده اللي احنا هنتكلم فيه في الذاكره المتتابعه في مراحل حياتنا واحنا ماشيين في القوه الذاتيه. فالوقتي لما نوصل لهذا الاعتقاد، اعتقاد عن الذات، اعتقاد عن المعنى، اعتقاد عن الاسباب، واعتقاد عن الماضي، واعتقاد عن المستقبل. فلو خدت مثلا حد مدخن في الاول، الاعتقادات دي كلها معاه بطريقه معينه، طبعا اشتغل ضده لكن هو محددهم. اعتقاد عن الذات، انا مدخن لان انا مدخن. اعتقاد عن المعنى، انا المعنى بالنسبه لي ان انا بحب السجاير، انا بحب السجاير، انا المعنى بالنسبه لي السجاير بتريحني. المسببات، السجاير بالنسبه لي كل شيء في حياتي، لان كل حاجه لو متضايق بدخن فسبب ده بيسبب ده. طب جات لك منين؟ جات لي من والدي مثلا، او جات لي من حد شفته، فحاجه بتسبب حاجه واصبحت خلاص عاده بالنسبه لي. عن الماضي، في الماضي كنت مدخن. عن المستقبل، شايف نفسي مدخن. تعال بقى نشوف لما اتغير ده، لما حسيت له رابط قوي، لما حس بالوجع واتوجع فعلا وبدا الاعتقاد يتغير. اتغير ازاي؟ لما احاسيس تكون جامده الشخص ممكن يتغير، لان بيفكر. فلما فعلا جات له جلطه جاء بعد كده قال لك الذات، انا غير مدخن. المعنى، السجاير وصلتني دي. الاسباب، الاسباب السجاير سببت لي سرطان ولقيت نفسي جات لي غلطه كمان غير كده. الماضي، انا كنت مدخن لكن انا عمري قبل كده كنت غير مدخن، انا ما كنتش بيبي مدخن، انا اتعلمتها. عن المستقبل، انا شايف نفسي وانا غير مدخن. فالاعتقاد اتغير. عشان تغير الاعتقاد، تغير الاعتقاد في محتاج تعمل اربع حاجات. اول حاجه اكتب الاعتقاد السلبي اللي هو بيأثر عليك. لو تقول لنفسك انا فاشل، او تقول لنفسك انا مكتئب، او النجاح مش ليا، او انا بشتغل شغلانه، او انا حظي وحش، اي حاجه من دول، او انا بخاف من كذا، اي حاجه فيها اعتقاد سلبي اكتب اولا الاعتقاد السلبي. اجي اول حاجه. ثاني حاجه اكتب على الاقل خمس حاجات بيسرقها منك هذا الاعتقاد. لو حد يقول لك مثلا انا اعتقادي بخاف اتكلم امام الجمهور، طب بيسلب مني ايه؟ ضعف، ضعف شخصيتي. هتفادى الناس لو اتحطيت في اي موقف ولازم اقول رايي، ما اقدرش لاني خايف. ده دي مثلا. فاديني اسباب، اسباب بيسرق منك ايه هذا الاعتقاد. واضح كده؟ فبتكتب الاعتقاد، بتكتب الحاجات اللي بيسرقها منك، وبعد كده اكتب الاعتقاد اللي انت عايزه. الاعتقاد اللي انت عايزه ممكن تقول انا ثقه في نفسي، اقف قدام الناس اكلم بسهوله، او اقدر اتحكم في اعصابي. اكتب الاعتقاد اللي انت عايزه واكتب على الاقل خمس فوائد ايه اللي هتستفيدوا منها من هذا الاعتقاد. دلوقتي احنا عرفنا الاعتقاد السلبي وليه سلبي وممكن بيسرق منك ايه، عرفنا الاعتقاد الايجابي الايجابي وليه ايجابي وممكن يفيدك في ايه. مجرد ما تفكر في كده هتبص تلاقي التغيير بدا ياخد شكله في المخ. كل ما في الامر التلقائيه انك تبدا على طول وتحطها في الفعل، تحطها في الفعل شويه شويه وانت بتعمل التغيير في هذا الاعتقاد. لو مثلا انت بتدخن ابدا اعمل التغيير شويه شويه، امشي معاها ما تحاولش تقاومها. لو تفكر في التدخين وبتقاومه كل ما تقاومه هيزيد. لو بتفكر في الوزن عايز تنزل وزنك، فانت بتفكر انا عايز انزل وزني، فبتفكر في تنزيل وبتفكر في الوزن. عشان بتفكر فيهم بتديهم قوه اكتر، بتركز عليهم، فما بتعرفش تنزل وزنك، تخس وترجع تاني. نفس الشيء بالنسبه لاي سلوك، انا مش عايز اتعصب، مش عايز اكون عصبي، فانا بفكر في العصبيه فترجع تاني العصبيه تزيد. ودي الطريقه المخ بيفكر بيها، والمخ ما بيفكرش في حاجه سلبيه. انا مثلا انا غير مدخن او انا لا احب كذا، هتبص لشيلك الاولانيه واي حاجه بتفتكرها زي ما حد تقول له ايه رايك هتقدر تعملي الموضوع ده، لك ما فيش مشكله. طب انت اول ما ذكرت المشكله خليتني اركز عليها، طالما ما فيش وصلت لي وبرده مشكله وصلت لي فركزت على الاثنين. فاخد بالك انت بتركز على ايه، لان اي كلمه تقولها المخ لازم يركز عليها. ففي الحالات دي بتفكر في الاعتقاد السلبي، بتكتب بيسرق منك ايه، فكر في الاعتقاد الايجابي وتفكر بيفيدك في ايه، وان في حاجه مهمه جدا عايزك تعملها، بتحط نفسك في الفعل شويه شويه. لما تحط نفسك في الفعل شويه شويه بتبقى جزء من حياتك لغايه ما توصل لمرحله اصبحت خلاص الاعتقاد الجديد اخذ مرحلته، لان انت بتعملها باستمرار. حاجه ما تناسبكش بتتغير، حاجه جديده عليك بتاقلم نفسك عليها لغايه ما تبقى جزء منك. ده انت مجرد تعزل من بيت وتروح بيت تاني هتلاقي فيه حاجات بتتغير شويه 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 لغايه ما الاعتقاد الجديد وتحس بالطاقه. ايه السبب الناس ما بتقدرش تتغير؟
ايه السبب الناس ما بتعرفش تتغير؟ حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه اسمها الصوره الذاتيه. يعني ايه الصوره الذاتيه؟ جوه هنا على فكره طبعا احنا عندنا العينين دول اللي احنا بنشوف بيهم بالعقل الواعي، لكن هنا في النص في عين ثالثه. العين الثالثه دي بتشوف ابعد من كده، ان انت ممكن تتخيل نفسك وانت ناجح، تشوف نفسك في بلد تانية، تشوف نفسك على شاطئ البحر. العين دي عارفه جواك في ايه، جواك مرايه اسمها inner mirror، المرايه الداخليه. المرايه الداخليه العين دي تروح تبص في المرايه دي تعرف جواك انت ايه. مش ممكن اطلاقا يحصل تغيير خارجي غير ما يحصل تغيير داخلي. وقدام شويه هنتكلم على الصوره الذاتيه، هشرح لكم بالتفصيل المرايه دي بتعمل ايه، لان دي من ضمن الاسباب الاساسيه الشخص بيتغير زي ما هو عايز ولا لا. ساعات لنفسك بتعمل حاجات مش عاوز تعملها، اما بتعملش حاجات وعاوز تعملها، لان المرايه الداخليه والعين الداخليه شافاك جواك بطريقه معينه. مش ممكن العالم الخارجي يتغير غير لما العالم الداخلي يتغير الاول. عايز تخس لازم جواك الوزن جوه يكون اتصل تماما بالمخ من غير اي رابط بالالم، مربوطه بالسعاده وتعودت عليها. بدل ما انا عايز انزل وزني تقول انا بحب اكل سلطات كتير، فتبص تلاقي عرفت تتكلم نفسك صح ازاي. فدلوقتي الناس ما بتتغيرش ليه؟ اه مش عارف اتغير ايه، مع ان اذا كان التغيير مهم جدا بالنسبه لنا، اذا كان الاعتقاد هو كل شيء، فالناس ما بتغيرش اعتقاداتها السلبيه ليه عن نفسها بسبب الصوره الذاتيه. ودي اول واحده. تاني حاجه منطقه الامان والضمان. والامان يعني ايه؟ منطقه الامان والضمان ان الشخص يبقى قاعد في مكان اتعود عليه. كل واحد فينا عايز يحس براحته في مكانه. فانا مثلا عايش في مكان معين، عايش في نفس البيت، عارف انا بتحرك ازاي، عارف انا بتنفس ازاي، عارف انا بتكلم مع مين. دي منطقه امان. بمجرد ما تخرج الانسان من هذه المنطقه يبدا يحس بعدم الراحه. حتى مجرد انك انت اشتريت بيت جديد مثلا، عشان تروح البيت الجديد ما عندكش لسه طاقه الامان هناك، لازم تظبط نفسك عليها شويه شويه، عشان كده الطاقه دي ممكن تشتغل ضدك. فمنطقه الامان بالناس، ساعات الناس مش عايزه تتغير لانه تعود على اعتقاده بطريقه معينه، وهذا الاعتقاد يكون السبب في انه ما يتغيرش. عشان تعمل اي تغيير لازم الاعتقاد يبدا يتغير شويه شويه. فعندك الصوره الذاتيه، وبعدين عندك من الصوره الذاتيه بتوصلك بعد كده لمنطقه الامان. في شويه حاجات ثانيه بيأثر الانسان، الخوف انه خايف انه ممكن يعمل تغيير في اي حاجه ولا ممكن يسبب له مشاكل. غير كده المؤثرات الخارجيه، ممكن حد ياثر عليك بحيث ما تبقاش تتغير. عشان ابدا اغير اي اعتقاد مهما كان صعب بالنسبه لي، مهما كان عميق بالنسبه لي، لازم اقدر، لازم يكون عندي ادراك، لازم اعرف هذا الاعتقاد. اقعد ورقه وقلم اكتب الاعتقاد السلبي، واكتب على الاقل خمس حاجات او اكتر، بس على الاقل خمس حاجات او اكتر. الاعتقاد ده بيسبب لي ايه؟ بيسرق مني ايه؟ بيسلب مني ايه؟ وبعدين احس بهذا. عارف لما تحس بيها تتوقع اكتر. وبعد كده عايزك تكتب الاعتقاد الايجابي اللي نفسك فيه، واكتب على الاقل خمس فوائد بتستفيد منه ايه هذا الاعتقاد، وحس بيهم. مجرد ما تعمل كده الاعتقاد الجديد بيبدا ياخد شكله جديد بالنسبه للعقل. ودي حاجه بنسميها اسمها تحطيم رابط. يعني ايه؟ يعني رابط ايجابي يحطم لك الرابط السلبي، الرابط السلبي يبدا يختفي شويه شويه. ايه رايكم نعملها مع بعض بسرعه كده؟ عايز لو كتبت دلوقتي، لو كتبت الاعتقاد السلبي، فكر في الاعتقاد السلبي، فكر فيه وفكر معايا في الحاجات اللي بيسببها لك، بيسرق منك ايه، وفكر نفسك عايزك تحس بيهم. فكر نفسك النهارده سنه من النهارده، سنه من النهارده بنفس الاعتقاد السلبي ده، شوف هيسرق منك ايه. شوف نفسك انت وانت تبص في المرايه بياخد منك ايه. شوف علاقاتك مع الناس عامله ازاي، شوف حتى علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى عامله ازاي بالاعتقاد السلبي ده. وانت بتستمر في الزمن تخيل نفسك خمس سنين من النهارده بنفس الاعتقاد ده، شوف هيسرق منك ايه اكتر واكتر واكتر. وتخيل نفسك 10 سنين من النهارده بنفس الاعتقاد ده، شوف هيسرق منك فيه اكتر واكتر واكتر. وتخيل نفسك 20 سنه من النهارده بنفس الاعتقاد ده، وانت مش عارف تتغير، وتلاقي نفسك وصلت للضعف الداخلي وبس ماشي بالدنيا منمل. شوف هتحس بايه، شوف هتوصل لايه. وبعدين عايزك تاخد نفس عميق دلوقتي وطلع شويه شويه، قول ورايا الحمد لله ان انا مش 20 سنه من اليوم. دلوقتي فكر في الاعتقاد الايجابي، وفكر في الفوائد اللي هتديها لك، وامشي مع خط زمنك. تخيل نفسك النهارده سنه من النهارده باعتقادك الجديد. شوف النهارده علاقتك مع الله سبحانه وتعالى تكون عامله ازاي، شوف علاقتك مع نفسك هتكون عامله ازاي، علاقتك مع اولادك عامله ازاي، شوف حتى سمعتك مع نفسك اصبحت عامله ازاي. وتلاقي نفسك ماشي على خط زمنك خمس سنين من النهارده بالاعتقاد الجديد. اعتقادك الجديد بيديك قوه احسن، بيديك روعه اكتر. تبص لي خمس سنين وانت حاسس ان بتبص في المرايه وانت مبسوط من نفسك، بتحس انك فعلا متمتع بحياتك الى اقصى مدى. وتخيل نفسك 10 سنين من النهارده باعتقادك الجديد، شوف قد ايه هيتحسن في حياتك. شوف الخمس حاجات دول المخ بيكبرهم لك وتستفيد اكتر واكتر واكتر. وتخيل نفسك 20 سنه من النهارده لما تغير هذا الاعتقاد ومعك الاعتقاد الجديد وكل الفوائد اللي هتستفيد منها، والمخ يجيب لك اللي زيها، وتبقى حاسس انك فعلا انتجت حاجه، ان الاعتقاد ده من صنعك انت وممكن تغيره بقوتك انت
وتخيل نفسك قاعد على الكرسي الهزاز لما تكبر في السن وانت بتقول لأولاد أولادك قد ايه كان عندك اعتقاد سلبي وقدرت فعلا تحطمه وتخلص منه، لأن هذا الاعتقاد من صنعك انت والاعتقاد الجديد برضو من صنعك انت، وانت بتفكر ايه أحسن حاجة تكون موجودة في حياتك. عارفين في شاب اسمه ران سكاليان، ودي قصة حقيقية. الشاب ده لما كان عنده 4 سنين ماشي في الشارع، عدت عليه الترام، المهم عمل حادثة، قطعوا له رجلين الاثنين اتقطعوا. فشاب صغير اتعقد جدا في حياته، ما كانش عارف يعمل ايه. فطبعا ابوه طلعه من المدرسه لانه كان تعبان جدا نفسيا مش عارف يعمل ايه. وفي يوم من الايام بيبص في التلفزيون لقى ماتشات في الكاراتيه، فقال لك الله نفسي العب كاراتيه انا كمان. فابوه اخده وده عند حد اسمه ليزلي، لما راح هناك بدا يتعلم كاراتيه وبدا يكبر واعتقاده اتغير، بدا يستعمل الكرسي الكهربي ان يتحرك اكتر ويعمل اكتر. عارفين ليزلي النهارده اللي هو ران سكاليان بقى النهارده عنده 4 معاهد موجودين في نيويورك فيهم لا يقل عن 2000 لاعب، بيستخدم الكرسي بتاعه، بقى من اقوى الناس في العالم في الكاراتيه، عنده حزام اسود 4 دان، لان عارف ازاي يغير الاعتقاد السلبي الى اعتقاد ايجابي. عشان كده من اول النهارده خد بالك انت بتفكر ازاي، خد بالك بتركز على ايه، خد بالك الشوارع شارع الألم أو شارع السعادة، خد بالك الروابط بتوديك فين، لأن اعتقادك هيأورى كل شيء بعد كده. لازم الأول النهاردة اعتقد في قدراتك، اعتقد تماما أنك أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. ما تخليش أي حد يسرق منك أحلامك، طالما أنت عارف بتعمل إيه وعارف طرح فين وبتوصل وبتكل على الله سبحانه وتعالى، ما بتغضبش الله سبحانه وتعالى أي حاجة إطلاقا، وماشي بما يرضي الله. ما تخافش طالما عندك أمل، طالما عندك هدف امسك فيه. وان شاء الله مستقبليا هنتكلم على قوة الهدف وازاي نقدر نخططه وازاي نقدر نحققه في خلال المحطات اللي احنا جايينها. علشان كده من اول النهاردة اعتقد في قدراتك وعيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بأخلاق وتمتع بحبك للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده وبعد كده عارف ازاي عيش بالكفاح، عيش بالاعتقاد في قدراتك اللامحدودة، عيش بالفعل، عيش بالالتزام، وعيش بالصبر، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله.